الرشاقة التنظيمية، وده إعداد فريق العمل أحمد إبراهيم، حسن علي، عاصم عبد الوهاب، مريم كمال، منى موسى، مية أحمد، مجموعة من تخصص الموارد البشرية، تأهيل الدكتوراه 2019-2020 تحت إشراف أستاذ دكتور ممدوح رفاعي. هذا الموضوع فيه مقالتين أساسيتين، الأولانية بتتكلم عن قياس تأثير تطبيق قدرات أسلوب الديفوبس على الرشاقة التنظيمية. الموضوع التاني الرشاقة التنظيمية وطرق التطوير الرشيقة، دراسة تقييمية. ومن ثم المصطلحات اللي هنستخدمها في هذا الموضوع هي الرشاقة التنظيمية، أسلوب التطوير التقليدي، أسلوب التطوير الرشيق، الرشاقة وتكنولوجيا المعلومات. وفي بعض اختصارات أيضا هي البرمجة الطرفية والتطوير الرشيق اللي هو اللين، زي ما قلت لحضراتكم نغير الترجمة في المحاضرة، ثم الأنظمة الحركية، ثم التطوير على المقاس. عناصر الرشاقة التنظيمية تتمثل في مشاركة المعرفة، مشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة، فرق التنظيم الذاتي، تقليل الوثائق، الاستجابة للتغيرات، الحجم الأمثل لفرق العمل، ثم التصميم المرن، وأخيرا التدريب. أنواع الرشاقة التنظيمية تفاعلية واستباقية وابتكارية. خصائص المنظمات الرشيقة: المعرفة الشاملة بالبيئة، الاستجابة للتغيرات، تقييم وتطوير المهارات، تمكين الموظفين في صنع القرارات، الوصول للمعرفة، تكامل النظم. أهمية وفوائد الرشاقة التنظيمية حضرات: المساعدة في تقديم المنتج الصحيح، تمكين فرق العمل من إعادة التخطيط، التغلب على التغيرات الفجائية، استدامة الحفاظ على كفاءة توقيت قرار التطوير، المرونة التنظيمية، تسهيل الإجراءات التنافسية الريادية. مجموعة من المقارنات بين المصطلحات، وطبعا الرشاقة التنظيمية في نقطة جوهرية فيها جدا هي الاهتمام بالإنتاج أكثر من الاهتمام بالإجراءات وتحسين الجودة. تكيف. شكرا يا حضرات.